مساء الخير مشاهدين برنامج لمودة. أكيد طبعا بنتكلم عن الجمال، بس اليوم جمال الابتسامة شيء وايد مهم حق البنت. طبعا اليوم معنا دكتورة نور القمندي، اختصاصي تركيبات تجميل وزراعة الأسنان. نورتينا في لمودة. نورة وجودكم، مشكورين على الاستضافة وأنا سعيدة بوجودي برنامج لمودة. حياك الله. حياك. نور، أبيك تتكلمين شوية، خلينا نقول في البداية، عن إيش معنى اخترتي تخصص خلينا نقول الأسنان، وإيش معنى اخترتي هالمجال إنك أنتي خلينا نقول تشتغلين فيه؟ طب الأسنان هو كان أحد أحلام الطفولة. حبي للطب وشغفي في صناعة ابتسامة هو اللي خلاني أكافح وأدش مجال الأسنان. وبعد ما تخرجت من البكالوريوس زاد اهتمامي بالمجال. قررت أني أتخصص تخصص التركيبات، خاصة هو يركز على إعادة تأهيل الفم. أكيد. فأحب الحالات المعقدة، أني أرجع ابتسامة لأشخاص فقدوها أو عانوا منها. وبالإضافة بسبب يعني تجاربي وغربتي بعمر صغير أكيد. زاد اهتمامي، فدشيت تخصص ثاني اللي هو ماجستير في الصحة العامة بمجال الصحة العالمية. وايد حلو. توج ذكرتي خلينا نقول الغربة في عمر صغير، هل ممكن نقدر نقول الغربة في عمر صغير أثرت خلينا نقدر نقول في نور من ناحية أنها تكون هير أون ستايل؟ أكيد الواحد ساعات لما يسافر، ساعات تسافرين ديرة تو ويكس بس تتأثرين بستايلهم، إن كان بسيط إن كان أوفر، بس ساعات تتأثرين، فهل ممكن نقول أن تأثرتي؟ أكيد. أوف يس. سو قبل ما ادرس او قبل ما ابتعث كنت كمعظم بنات الكويت انت فاشن وترندز. اكيد. بس بعد ما ابتعثت وتغربت اكثر من 10 سنين قناعاتي تغيرت، مفهوم الجمال عندي صار ببساطته بطبيعته وتميزه. خاصه اني بدايه سنين البعثه قعدت بدوله مالطا اللي هي جزيره في بحر المتوسط، وايد حلو، وهي معروفه يعني ببساطتها وحياتها العمليه. ومفاهيم الجمال ما تغير حتى يوم درست دراسات العليا في بوسطن أمريكا، بل زادت. وقمت أشوف الجمال وجاذبية ورقي الشخص بطبيعته بجمال روحه. أكيد. وثقته بنفسه. أكيد. دكتورة نور، كونتش دكتورة تجميل أسنان، أكيد تعرضتي حق معلومات مغلوطة عيونتش البيشنتس فيها، وشلون ممكن التعاملين معها؟ في نقطة مهمة قلتيها بس أوضحها لك والمتابعين، في فرق أكيد بين أخصائي تركيبات وبين دكتور تجميل أسنان. أوكي. أخصائي التركيبات هو دراسة ما بعد البكالوريوس على الأقل 3 سنين، ونركز على إعادة تأهيل الفم بتركيبات متحركة وثابتة، ونركز على مدى تطابق العضة، صحة مفصل الفك، عضلات الوي، نشوف الأسباب اللي خلت المريض يحتاج إعادة تأهيل لتوفير علاج مناسب له يستمر سنين طويلة معه. أما دكتور التجميل الأسنان هو بعد البكالوريوس خذ دورات تجميلية. أوكي. فسمى روحه دكتور تجميل. أوكي. أو إنه خذ ماجستير في طب أسنان شامل متقدم وخذ هم من دورات تجميلية مارس هالشيء وسمى دكتور تجميل. فللمراجعين اللي عندهم حالاتهم معقدة أو اللي فشلوا علاجاتهم يفضل أن يروحون لدكاترة أخصائيين للتركيبات عشان يعرفون حل لمشكلتهم. أما الأشياء البسيطة التطابق البسيط هذا الدكتور التجميل ما يمنع أن يروحوا له. زي دكتورة نور، خلينا نعرف شنو مفهوم جمال الأسنان بوجهة نظرك؟ جمال الأسنان بصحتها، خالي من التسوس، خالي من التهابات، خالي من التصبغ. أوكي. ما في أجمل من هالشيء. إنزين، نبي نتكلم عن الفراغات في الأسنان، وش كثر ممكن يكون لها تأثير على الابتسامة، لأن في ناس يسكرون الفتشة وترى يعني إنسان ثاني، الابتسامة تتغير تماماً. صحيح. فشنو رأيك بالموضوع وتعليقك؟ خلنا نعرف. تعليقي إن للأسف صح السائد هني، خلينا نقول بالكويت بالمهرجانات، إن يشوفون الشيء سلبي، وأنا وبرا خلينا نقول ترى يشوفون إنه في فرق. ميزة. صحيح. I like that. والله. So yeah، هو يختلف من شخص لشخص، من جيل لجيل، ومن ثقافة ومجتمع للثاني. أكيد. يعني نفس شعر الكيرلي قبل. صح. قبل كنا نشوفنا أو شيء مو مستحب. صح. لكن الحين وضع مختلف. يعني حتى معايير. إيه، حتى معايير الجمال بشكل الجسم، بلون البشرة. أكيد. حتى يعني صح الماركات العالمية قامت تجيب، إن كان ماركات أزياء أو مكياج. يختارون المودلز سبحان الله اللي مثلا ترى حتى اللي شعرهم يكون وايد فاتح. أيه. او الريد هيد او اللي يكون فيهم الفتشه، ترى قبل هذول الناس. صحيح. كانوا شويه في ناس يشون منهم، بس الحين صارت هي علامه جمال ترى. صح، قام يعززون الجمال الطبيعي. وايد حلو.
فهذا هو يعني الشخص نفسه هو اللي يقول عنه انه شيء سلبي يبي سكره لرايه لذوقه اكيد او انه شيء ايجابي يميزه. وايد حلو. زين خلينا نعرف الحين منو اللي لازم يسوي الهوليوود سمايل. شوفي هو هوليوود سمايل مفهوم عامي يعني ما في شيء بالطب هوليوود سمايل. شوف هوليوود سمايل اللي فهمته بالعام انه الابتسامه اللي بتركيبات وفينير اللي يحتاج يسوون الأشخاص اللي فقدوا أسنانهم، الأشخاص اللي عندهم تسوسات أو حشوات كثيرة، الأشخاص اللي صار لهم حادث وخسروا أسنانهم طبعاً. اللي عندهم أمراض جسدية أو عادات لا إرادية من التضرس وجس عادة حك الأسنان أو صح. عندهم عادات سيئة من شرب الأحماض أدى إلى تآكلها وخسارتها، الأشخاص اللي عندهم مشكلة بتقبل ابتسامتهم يأثر على ثقتهم نفسهم على صحتهم النفسية، هذول الأشخاص اللي يعني اللي يحتاجون. ممكن يقدروا يحتاجون أن يغيرون يطورون من ابتسامتهم. زين دكتورة نور واي ناس خلينا نقول راحوا حق دكاترة سواء بالكويت أو برا الكويت سووا الابتسامة بس الابتسامة كانت غير مرضية غير مقنعة، اللون وايد غلط، قصة الأسنان ممكن نقدر نقول وايد مزعجة أن تشوفينها مو راكبة على الملامح، فهل تحبين هالنوع من الحالات اللي لك؟ شو هالشيء very kind of tricky question. شوفي هو شيء مو مرضي لنا مو معناته إنه مو مرضي للمريض. يمكن في بعض المرضى هذا شيء سبب دعم موضوع ثاني، يعني اوقات المرضى يجون بسبيسيفيك ريكويست اوكي، يعني احنا علينا كدكاتره نوضح له ان شنو الانسب وشنو الصحي، يعني احنا عندنا اذا كان صحي ما يعارض على العظم يعارض صحته والوظيفة الفم صح، تالي ذوق الجمالي عليه اوكي نبين نعطيك الخيار الاول والثاني تالي اختيار، يعني اغلبيه الدكاتره قبل ما ينهون العلاج يورون المريض تمام مغير لا ثبت كمل يعني انك كمل العلاج، اما اذا اخذ نتيجه اساسا غير مرضيه هذا موضوع ثاني يعني المفروض الدكتور ياخذ المسؤوليه. اذا دكتوره هذا سؤال برا خلينا نقدر نقول الاسئله بس انا ام صار لي موقف بعاده نفس التخصص اوكي فخلاني افكر ليش في فتره خلينا نقول ابتسامه مؤقته بعدين عقبها نركب الدعم. ابي توضحين هالشيء لان انا امس كان ودي اوضح بالنيابه عن الدكتور لان في ناس انا بالنسبه لي انا اللي فهمتها من الدكتور ان الفتره اللي تركبين فيها المؤقت هي فتره تشوفين فيها الابتسامه شنو ودك تعدلين شنو ودك مثلا بالابتسامه يتغير عشان نعدله في الدعم. صحيح. في ناس يسكتون في المؤقت ولما نركب الدعم يصير فيهم لا انا ما عجبني فأبيك توضحين هالنقطة لأن صدق أحس إن أنتوا تعانون ساعات إن تتفقون على شيء ويعطونك الأبروف على المؤقت بعدين لما تين تركبين الدائم هني تبلش إن لا أنا مو عاجبني أنا بغير هذا بغير هذا. صح حلو وهذا شيء النقطة لازم الدكتور نفسه يحرص إنه يتواصل بوضوح للمريض وإن كان صفة إن كان لا طبعا اللون شيء مختلف إن المادة تختلف الصفة العضة هو على قصد فترة التست. صح اي ولما نوصل للنهائي ما نروح على طول نجرب النهائي صح ففتره لهذه التجربه هم اذا في اشياء ثانيه نتواصل مع المريض ويكون الصوره واضحه للاثنين قبل ما نروح للمرحله الاخيره يعني هو مو بس خلاص يعني صح. مؤقت نهائي لا في مراحل على المرور هل النهائي. هل صار لك موقف ان انت بعد ما ركبتي الدائم صار فيها انا مو راضيه أنا مو مقتنعة الحمد لله إلى الآن لا الحمد لله لا إلى الآن لا لأن ساعات أمس أنا طول الوقت أفكر لأن أنا حسيت اللي صار الموقف أنا انحرجت وأنا مالي شغل بس it doesn't make sense إن أنت طول هالفترة سكتتي وبعد ما ركبتي الدائم حسيت إنك مو مقتنعة صارت لي لزميلي بأمريكا إن يا له شخص وكان عنده بيج دايسما اللي هو فتحة الأسنان بالنص أكيد ما أدري إذا الدكتور طلب ولا المريض طلب سكر له وخلص العلاج بعدها بشهر يعني لا ردوا لي الفتحة بالضبط إيه فأنا ما تقبل شكله مو بس ما تساعد مو ما تقبلين أنا أمس قاعد أقول حق رفيجتي أحس إن هي ركبوا لها الابتسامة وكانت راضية وكل شيء بس بعدين عادي مثلا كل واحد ممكن من اللي حولها عطاها رأي فصار فيها لا أنا مو عاجبني فهني يصير فيني هي مو غلطة الدكتورة هي غلطتها هي لأن صحيح. هي ما كانت مثلا ما كان عندها تخيل خلينا نقول الابتسامة اللي هي تبي توصل لها كانت confused شنو تبي فآراء الناس اللي حولها أثرت فهني الدكتور هو اللي مسكين خذ الموضوع يعني مسكين وهو ما له ذنب بالنهاية أحس أنت لازم تتكلمين تقولين أنا أبي واحد اثنين ثلاث عشان بالنهاية شيء يرضيك شيء يرضي الدكتور صحيح فليش يسكتون يفتحون بعدين يوهقون الدكتور أحس unfair
Yeah, I'm with you. Thank you. صح. Thank you for highlighting. أنا I'm here for you صراحة. Thank you. إنزين. دكتورة نور، أبي أعرف خلينا نقول أنواع التلبيسات بالأسنان أو شنو الفرق بينهم؟ شوف، التلبيسات بشكل عام أقدر أقسمه قسمين، هو المتحرك والثابت. والثابت ممكن يكون على السن أو على الزرعة. أوكي. ودي على السن تاج اللي هو يغطي كل أسطح السن، أو إنه يكون قشرة أو فينير يغطي جزء سطحة أو سطحين منه. أوكي. هذا بشكل عام. وايد حلو. زين، تبييض الأسنان لأكثر من طرق، شنو تنصحين فيه؟ وكم يعني كل كثر أنا لازم ممكن أسوي تبييض أسنان؟ وهل ممكن البنيرز أسوي له تبييض؟ Okay, that's an interesting question. لأن أنا سألت هالسؤال وكنت نشون هو ما أدري. Yes. صار فيني confused. Okay, حلو. I'll clarify it. So التبييض الأنسب هو التبييض يكون القوالب المنزلية أو تبييض العيادة. في pros and cons، ما أقدر أنصح نصيحة حق الكل، كل شخص له وضع مختلف. Okay. وكم مرة يسويه بالسنة؟ هذا على حسب الشخص رغبته وعلى حسب اللايف ستايل، إذا يشرب قهوة وايد، شاي، وهالأمور يعني على تأثر أكيد. على الشخص نفسه إذا بيبيض راضي بالنتيجة. أما بخصوص اللي هو تبييض الفينير، يعني إحنا نبيض أسنان، الفينير هو بورسلين، البورسلين ممكن يتصبغ لكن مع التنظيف والبولش يروح، بس ما يتبيض. يعني اختيارك الأول خلاص بيضل معك، والتصبغات تتنظف بالبولشينج والسكيلينج. بالفترة الأخيرة لاحظت إنه وايد مراهقين قاعد يتجهون حق تجميل الأسنان، فأبيك تعلقين. أحس أنا وجهة نظري حرام، لأن it's too early. صح. إلا إذا كان مثلاً خلينا نقول في عيب خلقي أو في مثلاً صار حادث، لازم إن إحنا نتدخل بالتجميل بالأسنان. أنت إيش رأيك؟ شوف، المراهقين للحين ما شفت، فالله يستر، يعني لتوني صار أقل من سنة بالكويت. لكن تعليقي على الموضوع أنه لازم نزيد وعي على صحة الأسنان، صحة الفم، وعلى العلاجات الصحيحة، وأن نفهم المرضى أو المراجعين أن معظم علاجات الأسنان خط ما لا رجعة. أكيد. يعني مجرد ما نلمس السن خلاص الشخص ملتزم بالتلبيسات طول عمره. أكيد. وإن شاء الله تكون التلبيسات صحيحة، لأن إذا مجرد إن كان التلبيسات هم خطأ خلاص يصير خطأ عادي. خطأ بخطأ. أيوة، أو إن خطأ تتصلح، لكن عادي إنه يخسر سنه أسرع. أوكي. فهذا تعليقي، إن زيادة الوعي، وإن زيادة من الوعي إن التجميل مو ليكون بالفينير والتركيبات، بل التقويم والتبييض هو أيضا جمالي. أكيد. أي. زين دكتورة نور، توج ذكرت هي أهم من أن أنا أفكر أتجه خلينا نقول حق تجميل الأسنان، أهتم في نظافة الأسنان وفي صحة الأسنان نفسها. أي. فشنو طرق خلينا نقول تنظيف الأسنان؟ هل تنصحين الناس مثلا يستخدمون الخيط أو الخيط المائي أو كل 6 شهور ولا كلهم؟ حبيت السؤال هذا. صح، أشوف المراجعين صح في confusion أو ضياع بهالشغلة. شوف، التنظيف الصحيح خلينا نقول التفريش 2 إلى 3 بالتقنية الصحيحة، بالفرشة الناعمة بالإضافة للمعجون المناسب. أكيد. والخيط، هذا الشيء أساسي حق الأغلبية اللي عندهم أسنان أو مسوين تركيبات. أوكي. حق الأشخاص اللي عندهم جسور جسر أو تركيبات كاملة ثابتة أو تقويم، الرشاش المائي أو الجهاز المائي هذا أساسي لهم. هل هو أساسي حق الكل؟ لا، هو ثانوي، شيء زيادة طبعا. لكن أساسي حق حالات معينة. أوكي. فالخيط ما له بديل، يعني إذا كان طبيعي هذا شيء أساسي. وبخصوص زيارة الدكتور بشكل عام احنا ننصح كل 6 أشهر، لكن في بعض الحالات ننصح ان كل 3 إلى 4 أشهر، هاي اللي أسباب أخرى يعني. أوكي. أي. زين دكتورة، متى التقويم خلينا نقدر نقول يكون حل كافي خلينا نقول بالتجميل الأسنان؟ أي. ما أحتاج مثلا أركب، وتنصحين التقويم في أي عمر؟ شوفي، التقويم على أي عمر، يعني ممكن على الكبر ويكون على مراهقة، مجرد ما تطلع أسنانك كاملة يعني تقدرون تروحون لأخصائي التقويم وهو يسوي الخطة العلاجية متى يبلش التدخل للتقويم. أما التلبيسات نفس ما وضحت لك من البداية، التلبيسة احنا نبدل سن مو موجود طبعا، فإذا كان أو السن له حشوات كثيرة، فيعني هذه الحالات اللي نحتاج نركب. لكن إذا كان الأسنان سليمة ما فيها حشوات، الشخص معتني قبل التقويم أثناء فترة التقويم، ما يحتاج. أكيد. دكتورة نور،
التركيبات خلينا نقدر نقول يأثرون وايد في نفسية البيشنت. أنا إنسانة مع أن المشكلة اللي بأسناني ما كانت كبيرة بس أعاني منها من زمان، فكانت معاي بس أنا كنت أحاول خلينا نقول أتجنب أن أنا أحط دوبي ودوبها، أن عادي طبيعي إحنا بشر كلنا عندنا هال خلينا نقول الأغلاط. بس لما سويت الابتسامة I get emotional وما أدري ما تخيلت أن أنا ممكن أن مثلاً عيني تغورق لمجرد أن أنا شفت ابتسامتي بالشيء اللي أنا كنت أتخيله، بس لمجرد أن أنا أتخيله. فشنو شعورك لما تشوفين البيشنت متأثر ويعني in a good way أنه خلاص أن الموضوع صدق كان مأثر في نفسيته؟ That's beautiful. هذا الشق من الشقوق اللي خلاش تتجهين حق تجميل الأسنان. هو صح، وشق من الشقوق اللي الإيجابية اللي أتمنى أن أشوفها كل يوم، لأن ممكن تروح شق ثاني. فالشق خلنا أقولش الأول صح، في مراجعين كثار نتأثر على صحتهم النفسية بسلبية وثقتهم بنفسهم. فمجرد ما نخلص من ابتسامتهم تشوفين نقلة وتغيير كبير بحياتهم، يكونون أكثر مقبلين على الحياة، إيجابيين، في تطوير من حياتهم الشخصية، حياتهم الاجتماعية، حتى وظيفتهم يشوفون يحصلون وظائف أو يرتقون بوظائفهم. فنقلة وتطور جميل. لكن الشق الثاني اللي هو المراجعين اللي عالجوا وعلاجات خطأ وتعايشوا مع العلاجات السلبية، فيبني عندهم رهبة وخوف من طبيب الأسنان وأي تدخل بالفم. فيأثر على نفسيتهم، يعني يبون عشان يرتاحون بس يأثر، صار خوف أكثر. فممكن يروح طريقين، بس اكيد احنا ان شاء الله دائما يروح الطريق ان شاء الله الإيجابي. يعني حتى لو الطريق الاشخاص اللي يعانون، يعني انصح ان يروحون ياخذون استشارات لدكاتره ثانيين. اكيد، يعني هذا يعني هذا احنا موجودين لها سبب، ان خاصه الاخصائيين التركيبات، ان المريض لازم يكون مرتاح بشكل السن وحتى وظيفته، يعني الوظيفه مش شيء اساسي. أكيد بساعد التجميل. دكتورة، وايد نسمع لما الواحد يفكر مثلاً يركب خلينا نقول الفينيرز أو التركيبات، يقولوا لا راح يسبب ريحة كريهة، لازم تنظف وايد، لازم لازم لازم، ووايد خلينا نقول يركزون على موضوع الريحة الكريهة. فشو ممكن أنا أتجنب أن يصير معي هالمشكلة خلينا نقدر نقول؟ أو شيء نتجنب، للأسف صح هذا شيء موجود، ويرجع السبب الأساسي نفس ما ذكرت، إنه قاعد يروحون لدكاترة متخصصاتهم. فالتركيب نقدر نقول هو اللي غلط. أول شيء التركيبات بشكل عام إذا تسوى صح ما يسبب التهابات باللثة وما تسبب روائح كريهة. الأسباب الرئيسية اللي أشوفها أول شيء مهارة الدكتور وتخصصه، ديزاين التركيبات المفروض تكون سليمة اللي ما يجمع البكتيريا ولا الوسخ اللي يسبب التهاب باللثة ومن ثم يطلع الريحة. وبالإضافة للإرشادات، المريض لازم يتبع إرشادات الدكتور بالتنظيف اليومي والدوري عشان يقلل من هذه الروائح. زين، شلون نختار المعجون المناسب حق أسناننا؟ هل يجيك هالسؤال وايد طبعاً؟ إيه. فشنو الإجابة؟ شلون ممكن واحد يختار المعجون المناسب حق أسنانه أو مثلاً المشاكل اللي هو يعاني منها؟ شو أهم شيء إن المعجون يحتوي على فلورايد أكثر من 1450. وإنه ما يحتوي على مادة التبييض، لأن بعض المعاجين فيه حبيبات خشنة تضر السن لفترة طويلة ويؤدي إلى ضعفها. فيا هذا اللي دائما أنصحه، يعني ما أنصح ماركة معينة، بس بشكل عام فيها فلورايد وما تكون فيها عناصر التبييض. وايد حلو. زين دكتورة، في وايد الحين خلينا نقول أبي أقول groups of people يفضلون الأشياء الناتشرال أكثر، يفضلون الأشياء الطبيعية أكثر، ويقول لك أنا ما بستخدم كيميكلز وما بأروح حق الأشياء. فهل في مواد طبيعية ممكن أنها تكون بديلة للمعجون؟ شوف، اللي أقدر أقوله معجون الأسنان مع فلورايد هذا اللي أنصح فيه، لأن في دراسات كثيرة تثبت مدى فعاليته بالحفاظ على السن وتقلل نسبة التسوس، بل تقدر توقف التسوس في بدايته، وهذا الشيء معتمد فيه بمنظمات أمريكا وأوروبا وحتى ببريطانيا، فهذا اللي أنصح فيه. كبديل عضوي في شيء اسمه معجون عضوي نقدر نقول يحتوي على هيدروكسو أبيتايت. ولا مايندو، قبل ما اروح حق الهيدروكسابيتايد، الفلورايد هو عنصر طبيعي، هو موجود بالماء. يعني هو ذا كيميكال، فيعني هذا ذاك الجانب، بس حاطينه خلينا نقول كميه اكبر في المعجون.
الكمية مدروسة. أوكي. هنقول بكمية مدروسة اللي هو مصدر السن، وطبعاً الشخص اللي يستخدمه لازم يمشي على إرشادات، لأن في فرق حق شخص صغير وشخص ناضج. أوكي. ففي إرشادات معينة بخصوص الفلورايد. أما الشيء الثاني هو منتج المعجون العضوي اللي يحتوي على هيدروكسيبيتات، وهو عنصر موجود بأسناننا، موجود بالعظام، وفي دراسات اثبتت فعاليته أنه عنده نفس فعالية الفلورايد في حماية. أكيد. لكن للحين يحتاج دراسات، وشيء يحتاج دراسات أقدر أقول عشان يعتمدونها المنظمات الغربية. أوكي. لكن هالشيء معتمد باليابان. أوكي. فهذه يمكن هاي بديل عضوي. أوكي. حق الناس اللي يفضلون الأشياء. إيه. زين، لما نتكلم عن الأحماض على الأسنان، البوليميا. خلينا نتكلم شوية. البوليميا هو اضطراب نفسي، هو يحوش الأشخاص اللي عندهم قلق في زيادة الوزن أو صعب أن يتقبلون وزنهم. أوكي. عادة يتبعون أساليب خلينا نقول غير صحية. أوكي. للتخلص من الوزن الزائد. صح. أحد هذه الأساليب أنه يتقيؤون، يعني التقيؤ الذاتي. أوكي. أو الإدرار في استهلاك المسهلات والملينات. أوكي. كثرة التقيؤ الذاتي أو استدراج الأحماض والأكل إلى الفم يؤدي إلى تآكل الأسنان بسبب الأحماض. أوكي. فلما يصير على فترات طويلة ومستمرة الأسنان تبلش تتآكل تضعف، فالتالي تنكسر أسرع، وحتى لونها يكون مايل إلى الصفار، لأن طبقة المينا الخارجية هي البيضة، مجرد ما تدش يعني يروح الطبقة الثانية، هو الاصفرار والحساسية. أوكي. وهذا الشيء مو بس من مرض أو الاضطراب النفسي البوليميا، بل أيضا إذا أشخاص عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي. أوكي. اللي هو الارتجاع المريئي أو الارتجاع الحمضي إلى الفم. أوكي. هذا قد يسبب نفس المشاكل. أوكي. وبعد من إضافة كنا قاعد نتكلم عن الأحماض، الأحماض ممكن تجي همن من الخارج اللي هو على اللايف ستايل، كثرة المشروبات الغازية، كثرة الحمض، المصل، الليمون، وجهها قاعدة تشوفها بعد بالكويت، يعني هذا من الأثار السلبية بتآكل الأسنان. أوكي. من ثم تكسرها، وهذا من أحد الحالات اللي تحتاج. أكيد. تلبيس تالي. طبعا دكتورة نور، شاركتي في خلينا نقول حملات تطوعية في علاج الأسنان. كلمينا شوية عن هالتجربة، وايد يعني كونها شيء وايد حلو أتوقع أثر فيك. هو شاركت أكثر من حملات تطوعية مو بس بالأسنان، إن كان حملات تطوعية خارج الدولة اللي أنا عشت فيها خلينا نقول. أوكي. أو شيء كانت حملة تعليمية كان عن الصحة وصحة الفم في مدغشقر في أفريقيا. لا بل درست بعد عربي أذكر. أوكي. حق في فئات كانوا يبغوا يتعلمون عربي. so it was fun. هذه أول أول تجربة لي. تالي تطوعت في شمال جنوب يونان، كان حملة لخلق نشاطات ونشاطات حق الأطفال والحريم. فهذا التجربة وايد كانت هاي وايد أثرت فيني، إن أنا عشت معاهم أسبوعين. والثاني اللي هو كان تطوع طب الأسنان هم في لاجئين سوريا في يونان. وتالي يوم رجعت للكويت في حملات هناك وايد حلو كنت أشارك. زين دكتورة نور، أكيد خلينا نقول التطوع أضاف لك على المستوى الشخصي، شنو خلينا نقول أضاف حق الدكتورة نور؟ تواضع. أوكي. التواضع بكل شيء خاصة بعلمي. استصغرت مشاكل وأمور كثيرة بحياتي، الماديات والثانويات صارت واضحة مو أساسية. أكيد. تشوفين هالأشياء. أكيد. قيمة قيم كثيرة، يعني قيمة من أهلي، ربعي، أحبابي، قيمة الكويت وخير الكويت. تشوفين أن الله ميزنا بخير مو موجود بوايد دول. أكيد. وبس اللي عليك أنك تسعين وتجتهدين والفرص موجودة كلها حواليك. صح. فالميزة هذه كون احتكيت مع أجانب أو دكاترة برا أو من مع لاجئين، حسيتك زاد من مسؤوليتي، مسؤولية تجاه أن عطائي وعلمي أو فكري ما صار محدود. طبعا. للكويت أو حدود سياسية أو لديانة معينة أو لجنسية. حسيت لك أن الله ميزني بشيء أنه عشان نعطي. أكيد. Yeah. فهذا التطوع والتجارب خارج نطاق خلينا نقول مجالي الطب هذا اللي هو اللي برز معي. وايد yeah. حلو دكتورة yeah. نور، الرياضة وشنو خلينا نقول أهم مشاركاتك وفعالياتك اللي انضميتي فيها؟ وايد
احلى عندي واقرب تجربه وجز كانت اخر واحده اللي هو الايرون مان، وما كانت اخر واحده بس كانت بيجست وان اي وود سي ايرون مان. شنو هي؟ هو سباق شويه ينوني. اوكي. تجتازين هو في سباق اللي هو هاف والفول. الهاف اللي تجتازين 113 كيلو. أوكي. وعباره عن ثلاث رياضات اللي هو السباحه والقاري والجري. هذا يحتاج يعني تدريب على ما تجتازينه، فكان هاي احد اهدافي، هاي جدا استمتعت فيه وايد حلو. وفي طبعا ترايات انا خلاص دشيت في المجال اللي حبيته، بالنسبه لي مو ممل كل يوم تمرين فاستمتع فيه. وفي من السباقات السبارتن خلصتهم كلهم، الركض في سباق، يعني هذه الامور اللي على كبر. زين خلينا نتكلم شويه، شنو تعليلك الرياضه وهل هي صارت بارت اوف يور لايف ستايل؟ It has always been. Okay. Since I was a kid, يعني كنت I used to be a sprinter في high school، بدأت أشياء تمرينات، فصارت part of me. Okay. والرياضة بالنسبة لي تعرف شعور الطفل لما يروح البلاي جراوند؟ Yeah. It's like the same. It's just like fun. يعني تنفيذ طاقة، تجديد، أحس تعطيني قوة، قوة جسدية، قوة ذهنية. Right. فكري يكون حاد. يعطيني يعني يعطي إضافة حلوة ويزيد ثقتي بنفسي يعني. خلينا نقول الرياضة هل ممكن أنها تكون أثرت على دكتورة نور ما شاء الله في الصحة، يعني في صحتها وأن الشيب اللي هي فيه، ولا هم في نظام غذائي ممكن أن هي تتبعه؟ نظام الأكيد أكيد نظام غذائي. فالنظام الغذائي مع الرياضة. أي هو شوفي الحياة الصحية أو healthy lifestyle healthy body let's say 70% nutrition، يعني 70% تغذية و 30% رياضة. طبعاً. فالتغذية هي الأساس، وهي الأساس اللي مو بس الوزن المثالي بس حتى صحة بشرتك، صحة شعرك. فيعني أحرص إنه يكون غذائي نظيف متكامل. أبتعد عن السكريات. هالشغلة دائما أقولها، أنا السكريات أكلها ما أشربها. أوكي. أي هذا شيء very important because most of our drinks أغلبية المشروبات تشوف نسبة السكريات وايد عالية. صح. فزيادة كالوريز على غير معنى. أوكي. That is a small tip. حد ما يسمع بس that's a small tip. زين توج ذكرتي إن هم التغذية السليمة خلينا نقول تأثر على الشعر وعلى البشرة وعلى الجمال، فخلنا نقول شو ممكن دكتورة نور تحافظ على بشرتها وعلى جمال شعرها ما شاء الله through الأكل والغذاء، خلينا نقدر نقول، ولا في أسباب ثانية؟ هو... I'll give you some, I'll give you here and there some tips. So basically الفواكه والخضار والفيتامينات شيء أساسي بخصوص يعني له علاقة بالبشرة والشعر، وأحرص إني أسوي full body check up every year. Okay. يعني تشيكين على الهرمونات والبلد وتشوف إذا شيء أنا مقصرة فيه بماي لايف ستايل عشان إني أحافظ على صحتي. وبخصوص البشرة، شو أول ما رجعت للكويت كم شوية في تقلبات تغيير. أكيد. فحطيت لي مدربة بشرة. أوكي. عايشة Alive Skin. She's a good friend. أوكي. فأنا مسلمتها بشرتي، كانت بشرتي مسؤوليتك. فأستخدم منتجاتها ومكياجها. أوكي. فهذا الطريقة اللي إني أحافظ على بشرتي والشعر. أوكي. So الشعر basically أنا something I أنصح فيه اللي هو استخدام الأمبولات والمساج بشكل يومي، هذا يحافظ على كثافة الشعر. وبالإضافة لأشخاص المحبين البحر واللي يمارسون رياضة السباحة، أكيد إن تحطين كونديشنر. أوكي. قبل ما تطبين المسبح والبحر تحافظين على شعرك على عشان الرطوبة. أي دكتورة نور، الحين كونتش دكتورة وحياتك أتوقع عملية أكثر. yes. شنو عندك المهم إن تكونين محافظة على لوك، إن تكونين كاشخة وكذي، ولا المهم إن تكونين أنت مرتاحة؟ وين بالدوام وين الحياة؟ عموماً في خلينا نقول في ستايلك باللبس، هل ممكن إن أنت تكونين دائماً إنسان كاشخ كل يوم، ولا أنت من الناس اللي يحبون يكون مرتاحين خلينا نقول كل يوم؟ والله على حسب المود. المود هو اللي يلعب دور. على حسب، يعني إذا كنت دوام سكربات جيم جيم ورك طالع هم إن قلتلك على حسب المكان ووين رايحة ومع منو. أكيد. يعني كل مكان لا احترامه ولا لبسه. طبعًا. بس أميل لللبس الكلاسيك. أميل. أوكي. إيه الكلاسيك. كلاسيك سيمبل هذا اللي أميل له. سوتيو صراحة وايد حلو عليك. حبيبتي مشكورة دكتورة نور إنك أنت ضيفت اليوم في برنامج لمودة، ومشكورة على المعلومات سواء في صحة الأسنان أو في التركيبات اللي خلينا نقول في وايد معلومات مغلوطة أكيد جاوبتينا عليها، فمشكورة إنك أنت ضيفت اليوم في لمودة. مشكورة على الاستضافة، استمتعت بوجودي اليوم وإن شاء الله أكون كنت خفيفة عليكم والمتابعين. حبيبتي يعطيك ألف عافية. أعزائي المشاهدين
تابعوا الناس، اسمعوا لي بحلقة جديدة وضيفة جديدة. مع السلامة.